السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear sister حفصة, بارك الله فيكم. إن شاء الله our first plan we will carry on our memorizing in Surah 2. القلم إن شاء الله, القلم means the pen. We will carry on our memorizing إن شاء الله. We will start from this one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الحمد لله. إن شاء الله we will stop at this one and during our session we will practice more and more إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.